أقامت جمعية الحقوقيين الكويتية مؤتمر التميز في العمل المؤسسي، وذلك من خلال مساهمة الجمعيات للنهوض بالتشريعات القانونية والأداء الوظيفي والارتقاء بأداء الموظفين. ويتضمن المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تستهدف قطاعات متعددة، مما يلعب دورا بارزا في النهضة. طريقك نحو التميز، وذلك من خلال مؤتمر التميز في العمل المؤسسي من خلال مشاركة نخبة من المختصين في فعاليات المؤتمر، سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، أو من أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة. ولقد ارتأت جمعية الحقوقيين الكويتية من خلال هذا المؤتمر أنه يمكننا أن نظهر الجانب المبدع في الإنسان الكويتي، سواء كان موظف حكومي أو يعمل في القطاع الخاص. ووجدنا أننا نستطيع أن ننقل أداء المؤسسات في دولة الكويت إلى مرحلة الإبداع والابتكار وإلى مرحلة متقدمة. التميز بالأداء الوظيفي هو تطوير المهارات الشخصية، ترقية الإمكانيات، إطلاق العنان للإبداع، وهو السبيل لإثبات الذات والنجاح. في قطاع تنمية العمل الوطنية ما يميزنا أمانة وجود قيادات شابة، وجود قيادات مؤمنة بالعنصر الكويتي. فالتعلم عندنا، بيئة التعلم كانت بيئة جيدة، سهل انك انت تتعلم، سهل انك توصل، توك موظف صغير تقعد مع وزير، توك موظف صغير توقف تقدم محاضرة تتكلم، فحاجز الخوف ينكسر عندك. كن سببا في تطوير وتحسين أداء جهة عملك، تطوير ذاتك ومهاراتك وإمكاناتك، مفتاح نجاحك الشخصي وتقدم مؤسسة عملك، خطوات ستجعلك سببا في تطوير وتحسين أداء جهة عملك من خلال مؤتمر التميز في العمل المؤسسي. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.